بكم مشاهدينا الكرام، بنبدأ معكم أولى فقرتنا الحوارية في هذا الصباح، وأولى حواراتنا عن الكشف الأثري في منطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا. هذا الكشف الكبير بالطبع الذي يحتوي على الكثير من الأسرار والكنوز التي يعني تكشف عن بعض جوانب الحضارة المصرية وأيضا الحياة في هذه الفترة. هناك ثمانية مقابر تم اكتشافها في هذه المنطقة، بتضم تقريبا 40 من الموميات، فضلا عن بعض الأواني الفخارية. كان هناك احتفالات بهذا الكشف في محافظة المنيا بحضور وزير الآثار بالطبع ووزيرة السياحة وعدد من السفراء العرب والأجانب كمان. على حال عايزين نتعرف على هذه الجهود، أهمية هذا الكشف الأثري، جهود وزارة الآثار في المرحلة المقبلة لكشف المزيد منها، خاصة وأن الحضارة المصرية أو ربما المحافظات المصرية تحتوي على كثير من هذه الآثار والتي تحتاج إلى مزيد من البعثات التي تقوم بالكشف عنها في المرحلة المقبلة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الأستاذ مجدي خليفة خبير الآثار المصرية. برحب بحضرتك أستاذ. أهلاً يا فندم، أهلاً وسهلاً. اسمح لنا في البداية احنا نتابع تقرير عن هذا الكشف ثم نبدأ الحوار. ثلاثة آبار للدفن تؤدي كل منها لمقابر جانبية محفورة في الصخر تضم نحو 40 مومياء، منها أكثر من 10 مومياوات لأطفال. بنعلن الكشف الأثري اللي هو الأول في 2019، وربنا يقدرنا إن شاء الله ونكمل. محافظة المنيا فيها عدد أثار كبير جدا، عدد السائحين الحاليين لا يتناسب مع أهمية الآثار اللي موجودة في محافظة المنيا. ده طبعا محتاج نهوض ببنية تحتية كاملة وخدمات زائرين متكاملة في المحافظة كلها. المحافظة مش مجرد تل عمرنا وبني حسن بس، لا فيها آثار تانية. كنا حريصين مع وزارة الآثار تبقى الاحتفالية فيها سفراء من الخارج، يبقى فيها إعلام غربي إعلام عالمي، علشان نقدر الحقيقة إن احنا ننقل ده بشكل مباشر إلى الخارج، وإن شاء الله نبني على الزيادات اللي حاصلة في السياحة وترجع تاني المنيا زي ما كانت قبل 2010. الاكتشاف الجديد عبارة عن مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع إبان العصر البطلمي، حيث يصل اتساع فوهة المقابر نحو 120 سنتيمتر وعمق 9 أمتار. الاكتشافات الأثرية والمقابر الجديدة اللي يتم اكتشافها بتبقى عامل جذب للسائحين الأجانب وزيادة التدفق السياحي للبلاد. احنا كلنا بنعمل من خلال من أجل رفع معدل التنمية للمواطن المصري وجذب السائحين لخلق فرص عمل للشباب والمواطنين المصريين. المقبرة هنا فندم مقسمة إلى ثلاث غرف أو ثلاث حجرات رئيسية، كل حجرة رئيسية تقسم إلى غرفتين فرعية، مثلا عندنا A و B و C، ف A1 و A2، B1 B2 C1 C2. عندنا هنا بعض المومياوات في حالة جيدة، في مومياوات لأطفال زي ما قلت 12 طفل، في مومياوات الباقين لبالغين وهكذا. في مومياوات عليها كتابات من الخط الديمقراطي، في تؤرخ طبعا، وفي مومياوات طبعا على كتابات بالخط اليوناني تؤرخ باخر الفتره العصر المتاخر وبدايه العصر البطلمي. وتنوعت طرق الدفن داخل تلك المقابر، ما بين الدفن داخل توابيت حجريه او خشبيه او دفنات على ارضيه المقبره، كما تم العثور على دفنات داخل نيشات. كشف أثري جديد تبدأ به وزارة الآثار عام 2019، لكن أهم ما يميزه هو كثرة عدد الدفنات ووجود المومياوات الخاصة بالأطفال والحيوانات. من جبانة تونة الجبل، أشرف مبارك، النيل. هذا الكشف الأثري أيضا تم بالتعاون بين بعثة من وزارة الآثار وأيضا جامعة المنيا. على حال يعني أستاذ مجدي، أهمية هذا الكشف الأثري وما يحتويه؟ ما فيش شك أن الكشوفات الأثرية الحديثة اللي تمت على إيدين وزارة الآثار، والعظيم في كده أنك بالتعاون مع جامعة المنيا. يذكرني ويحضرني دلوقتي جامعة المنيا أن أسس
الآثار، قسم الآثار فيها رحمة الله عليه الدكتور رمضان عبده، فكان بالتعاون مع الأساتذة زي الدكتور جلال أبو بكر والدكتور يعني الأسامي مش واضحة، بس المهم تمام. يعني إن العظيم يعني في كده فكرة التعاون بقى اللي هي بعثة مصرية خالصة بعثة مصرية خالصة تمت الكشف الأسري ده تمام. كشوفات الأسرية اللي موجودة دلوقتي اللي بتتم على في وزارة الآثار بنلاحظ إن هي على سريعة بقدر الإمكان أو يعني كتيرة بقدر الإمكان، ده بيعكس إن المنطقة سرية في حد ذاتها والمنطقة يعني واعدة بالكشوفات الأثرية الجديدة، ده في حد ذاته ليه مردود، مردود على السياحة في مصر. والعظيم في كده إن ساعة الاحتفال بالامبارح ساعة الاحتفال بالكشف الأثري ده كان بحضور وزيرة السياحة السيدة الدكتورة وزيرة السياحة ومحافظ المنيا، ده دليل على الاهتمام بأن الكشف الأثري ده هيكون إن شاء الله ليه مردود على تنمية المحافظة المنيا ككل. محافظة المنيا واعدة، أنا نفسي أن يكون لها نفس الحظ لمدينة الأقصر، لأن محافظة المنيا شهيرة بالأثرها يمكن من تل العمارنة ومواقع الأثرية الكثيرة فيها، تل العمارنة وبني حسن مقابر بني حسن والأشمونين وتونة الجبل اللي هي فيها الكشف الأثري ده. عايزين نتكلم على منطقة تونة الجبل تحديدا، يعني طبيعتها ايه اللي ممكن يبقى موجود فيها، دلالة الكشف اللي حصل النهارده ده بيوحي لايه مثلا؟ يعني تونة الجبل هي الجبانة بتاعت المدينة، المدينة الأحياء اللي هي الأشمونين، الأشمونين جاء اسمها من خمنو اللي هي الثمانية، وده يرجع لمذهب الخلق عند المدينة اللي هي بتتكون من 8 عناصر تمام. اللي هو كوك وكوكت وحوحة حوحة، حضرتك يمكن تبتسم على اللي أنا بقول الكلام ده، لكن عشان استاذ المشاهدين يعرفوا إيه هم العناصر الثمانية اللي هم مكونين الخلق وأحد مذاهب الخلق في مصر القديمة، زي مذهب عين شمس اللي هو المذهب اللي كان بيعتمد على العائلة إن الخلق بداية لله أتم الكبير ثم أسرة، النظام الأسري بتكوينه، أو مذهب المنفي بتاع الإله بتاح إن هناك إله واحد للخلق. فنرجع لمدينة تونة الجبل، نجد إن الكشف الأثري في مدينة في تونة الجبل بالذات هي الجبانة بتاعة الأشمونين. أهم ما فيها من آثار نجد مقبرة بتوزيرس، بتوزيرس هو كاهن أعظم، أحد الكاهن الأعظم، ورث منصب الكهانة عن أبوه شسو وأخوه بردك، يعني هيلاقي المقبرة بتاعته من أروع المقابر اللي تركت في العصر البطلمي، بالنقوش اللي فيها، النقوش الجميلة اللي بتدي انطباع عن الفن المصري القديم. كمان مقبرة إيزادورا، إيزادورا من أشهر المقابر اللي كانت بترجع لعصر الإمبراطور الروماني هادريان. إيزادورا دي كانت قصتها ان ادت ايحاء لادباء عظام زي الدكتور طه حسين من المنيا اساسا في كتابه قصتها، ان هي كانت فتاه وغرقت في النيل، فابوها بنى لها المقبره ديت مخصوص لتخليد ذكراها، وكانت لها قصه عاطفيه مع شاب يمكن كان اقل دون المستوى مع لعائلتها، فده كان سبب في غرقها في النيل. اول كمان السراديب اللي هي تحتوي على مومياوات الإله تحط، الإله تحط هو الإله الرسمي لمدينة أشمونين اللي هو اللي في العصر الروماني، العصر اليوناني الروماني والعصر البطلمي اتحد مع الإله هرمس، عشان كده كان اسم المدينة في العصر دوت في عصر اليوناني الروماني كانت اسمها هيرموبوليس، هيرموبوليس مجنة، النتيجة بالرجوع للإله هرمس اللي هو إله الحكمة اللي عملوا اتحاد أو تمثيل اليونان الروماني لإله تحط، إله الحكمة والكتابة والعلوم والصناعات في مصر القديمة تمام. طيب خلينا نتكلم على فكرة تأهيل هذه المنطقة في المرحلة المقبلة بعد هذا الكشف، ازاي احنا بنؤهلها بنحافظ عليها بتكون منطقة جاذبة، واحنا بنقول ان احنا بنحاول نسوق ونروج وجايبين سفراء اجانب وسفراء عرب وزارة السياحة، يعني ماذا بعد هذا الاكتشاف؟ جميل قوي ان حضور وزارة السياحة وحضور المحافظ عشان نأهل المنطقة للزيارة، زي ما بقول منطقة المنيا منطقة واعدة
ده المتحف الأتوني بيتم دلوقتي إنشاؤه بمساعدة الألمان، منطقة تل العمارنة، منطقة مقابر بني حسن، منطقة الشيخ عبادة، منطقة الحاج أنديل للآثار، دي كلها مواقع أثرية في المنيا. المردود ليها ان يا ريت يتم بعمليات الترميم بعد الكشف. عمليات الترميم في مدارس مختلفة في الترميم، مدرسة تقول بتحافظ عن الأثر نفسه كما اكتشف كما هو، ومدرسة بتقول ان احنا نعمل إعادة تخيل للمنطقة فيما كانت قابل في للكشف الأثري ده لما كان عليه. ده بيشجع السياحة، مش مجرد ان انا بهيئ المنطقة ان انا اعمل كافيتيريا واعمل موقف للباصات وده ويبقى ان انا فتحت المنطقة للزيارة، لا، انا نفسي ان يتم عملية ريكونستراكشن، اعادة تركيب لما كانت عليه المنطقة، بحيث انها تدي للزائر والسائح التخيل الواقعي على هذه المنطقة. فده كان يعني من ضمن الحاجات اللي انا نفسي ان وزاره الاثار بمساعده وزاره السياحه انها تهتم بعمل تطوير للمناطق الاثريه ككل بقى على مدى مصر، مش في تونا الجبل بس. تمام. يعني فكره اعاده التاهيل، بس ده مش موجود دلوقتي حاليا، وزاره الاثار بتتعامل مع هذا الامر حاليا؟ الامر مكلف قوي. هو لو من الافكار الجديده ان احنا نستعين بالسبونسر او اللي هو الراعي، راعي ممكن يتم عن طريقه تهيئه المنطقه سياحيا للزيارات السياحيه في طيب الجهود بقى اللي بتبذلها وزارة الآثار، يعني أكيد المنيا جزء من محافظات مصرية أخرى برضو موجودة فيها كشوفات أثرية موجودة خاصة في منطقة الصعيد وكده، يعني الجهود اللي بتبذلها وزارة الآثار في هذا المجال حتى يمكن البحث عن يعني اكتشافات أخرى في مناطق أخرى بتعاون مع جامعات أخرى أيضا غير جامعة المنيا، أنت شايف الجهود دي شغالة فيها إزاي وزارة الآثار؟ وزارة الآثار ليها مجهود كبير في كل منطقة. كان عندنا مثلا في الواحات، وكان عندنا في الفيوم لسه من قيمة سنة كان في كشف، كمان كان في من قيمة سنة أو سنتين اللي هو الكشف في المطرية عين شمس. لا، وزارة الآثار بتتعاون مع الهيئات العلمية ومع الهيئات العلمية الأجنبية والمصرية في مجال الكشف الأثري، ووزارة الآثار ليها بعثاتها برضك عن طريق التفتيش والحفائر، إدارة التفتيش والحفائر في الكشوفات الأثرية. طيب لو رجعنا مصر كلها واعدة بالآثار، يعني أكيد يعني شفنا كمان في يعني اكتشافات أثرية متوالية في الفترة الأخيرة، وده حاجة طبعا يعني مبشرة ويعني فكرة كويسة بالطبع، لكن فكرة اللي هي التسويق بقى، يعني احنا بنقول فكرة اللي هي إعادة تأهيل المنطقة وبشكل يتناسب ويكون جاذب للسياحة نفسها، فكرة التنسيق بين الوزارات المختلفة بقى اللي هي لهذا الأمر، أنت شايفه إزاي بتبذله وزارة الآثار؟ وإحنا شفنا مثلا في المؤتمر الصفاء أو في هذا الكشف كان في حضور لوزيرة السياحة، في أيضا جهات أخرى مسؤولة عن هذا الأمر، فكرة التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا الملف شكل بادرة للتعاون، كان موجود وزيرة السياحة بادرة للتعاون ما بين وزارة الآثار ووزارة السياحة لتهيئة الموقع نفسه بعد الكشف الأثري. الكشف الأثري ده دور الأثريين فيما بعد بقى أن نهيئ المنطقة بمساعدة برضك الأثريين عشان نعرف المعلومة العلمية للترميم الصحيح للمنطقة. وياريت ان وزارة السياحة تهتم بالموقع نفسه وتشارك مع وزارة الآثار في التهيئة للجذب السياحي، ياريت ان الموقع يتحط على الخريطة السياحية بالنسبة للشركات السياحية في الزيارات الأثرية. تمام. طب لو اتكلمنا عن تونا الجبل نفسها بقى كمان، يعني واضح ان في عصور متوالية في هذه المنطقة واكتشافات يعني بتدل على كثير من الدلالات في هذه المنطقة تحديدا، يعني من الناحية التاريخية يعني كان كيف ينظر إليها يعني سكان هذه العصور أو ملوك هذه العصور حتى يتم الاهتمام بهذه المنطقة تحديدا بهذا الشكل؟ تونا الجبل هي الجبانة الرئيسية بتاعت مدينة الأشمونين، ومدينة الأشمونين بتشمل المقاطعة رقم 15 من مقاطعات إقليم مصر العليا الزمن الفرعوني، هي مقاطعة الأرنب أو وينم، الصولجان بتاعها على هيئة أرنب رابد، ودي أحد ثلاث مقاطعات بتشمل محافظة المنيا حاليا. المنيا حاليا هي يرجع اسمها لمناعة كيوبس أو مناعة خوفو. مناعة خوفو هي المكان مربية خوفو، الملك خوفو المشهور اللي هو صاحب الهرم الأكبر في الجيزة.
ده الاسم بتاع المدينة بتاع المحافظة كان من المنيا، واسم مدينة المنيا الفولي. المنيا الفولي سميناها ليه؟ نتيجة لأن الإمام أحمد الفولي وصل المنيا فسميت منيا الفولي. تونة الجبل الجبانة للأشمونين، أشمونين أو هيرموس، هيرموبليس ماجنا، هيرموبليس ماجنا اللي هي التسمية اليونانية الرومانية نتيجة ليه أو بالرجوع للإله هيرمس، لهيرمس اليوناني اللي عمله يوناني روماني اللي عمله في اتحاد مع أو هو التمثيل الروماني للإله جحوتي، الإله جحوتي اللي كان بيظهر على شكل البابون، وبختص قرد البابون بالذات لأن هو كان التمثيل الصوري للإله تحوت، إله الحكمة والصناعات والحرف والكتابة، والطائر أبو منجل اللي هو الطائر تحوت أو الأيبس اللي بتقال عليه الأيبس. أبو منجل للأسف دلوقتي انقرض، هو الموجود فيه اللي هو أبو وردان، بس بنجد المومياوات كتيرة قوي في الجبانة، جبانة تونة الجبل. الأشمونين جت اسمها من خمن أو خمنو، مدينة الثمن، الثمانية آلهة أو ثمانية عناصر، العناصر اللي هي مكونة للطبيعة زي كوكب عنصر الصوت وعنصر الخفاء اللي هو أمون وأمونت، وعنصر المياه الأزلية نون ونونت، وعنصر الحوح وحوت الجماد. من تخيلوا ان العناصر دي هي المهيمنة على الكون، كون ان وجود فكر زي ده ان هي ثمانية ثمانية يرفعون عرش العالم او عرش الكون كله، فدي فكرة يعني فلسفية عميقة. يعني احنا عايزين نبص للمنظور الفلسفي عند الفراعنة بالنسبة للخلق، الافكار الخلق ديت بنظرة فيها شيء من التفكير وشيء من الاحترام لها. نعم، وده طيب. ليه مرجوع برضك على ثقافتنا احنا واحترامنا لتاريخنا وتراثنا. طيب لو بصينا لمحتويات الكشف الاثري في جبل التونة يعني او تونة الجبل عفوا، احنا دلالة هذا الامر يعني في موميات 40 موميا تقريبا، منهم 12 طفل تقريبا، بعض الاواني الفخاريه، بعض الحاجات زي كده. هل احنا بقى بنقوم بدراسات معينه حتى يعني نستشف او نستخرج ماذا يعني دلالات هذا الامر، ايه اللي حصل في الفتره ديت بهذا الشكل، كان الهدف ايه في المنطقه ديت بالذات تحديدا، يعني كيف يتم التعامل ما بعد الكشف الاثري من دراسات وتحليل؟ المنطقه هو عباره عن الشافت او البئر الدفن، اكتشف زي ما حضرتك ذكرت 40 موميا وتوابيت حجرية وبعض الأساس الجنازي زي أواني فخارية. الأواني الفخارية والموجود جواها بيدينا فكرة عن الحياة اليومية في مصر وعن نوع الأطعمة اللي كانت بتقدم واللي هي عن طريق القرابين، بالإضافة إلى الآلاف من الأشابتي. إيه هو الأشابتي؟ يمكن ندي فكرة سريعة للسادة المشاهدين، اللي هم تماثيل المرددين أو الملبين أو اللي بيطلق عليهم خدم المتوفي في العالم الآخر، بعدد أيام السنة 365 تمثال صغير بيمثلوا المتوفي اللي هم بيأدوا عنه الأوامر اللي هي أثناء حياة البرزخ، أثناء حياة المتوفي من في المقبرة إلى البعث بقى في مرة أخرى، يعني اللي كان بيؤمن بالبعث مرة. بعض المومياوات بيغطيها الكرتوناج. إيه هو الكرتوناج؟ أحد الوسائل لحفظ الموميا، عبارة عن لفائف من الكتان مغطاة بالجبس، طبقة الجص وملونة، بتلون طبعا بأشكال المعبودات المصرية القديمة الحامية للموميا، الآلهة الجنائزية زي أولاد حورس الأربعة، أولاد حورس الأربعة اللي هم حفظ للأحشاء زي جحوتي وزي إمستي وزي ووبووت وزي الحابي اللي هم أشكالها بتغطي الموميا، بالإضافة إلى القناع. القناع زي قناع توت عنخ آمون كان من الذهب، لما تطورت بقى في العصر اليوناني الروماني بدأوا يرسموا
القناع ده على شكل لوحة رسم بالرسم، وأشهرها بورتريهات الفيوم. بورتريهات الفيوم اللي كان طالع من الفيوم بتدي ملامح الشخص بالألوان الزيتية. الألوان ديت معمولة من التمبرا، معمولة من زلال البيض مع الأكاسيد المعدنية، بتدينا الألوان الجميلة اللي كانت بتدينا. ده الفكرة عامة عن الكرتوناج، بالإضافة للتوابيت الحجرية واللفائف، بالإضافة للأواني اللي اكتشفت طبعا الأساس الجنزي. هتقوم طبعا بعثة بجامعة المنيا مع هيئة الآثار بنشر الآثار دي وكتابة الكتب العلمية اللي ستصدر عن الآثار، هتدينا فكرة إن شاء الله في القريب عن الكشف دوت. تطويره بقى وتهيئته للسياحة، نرجو ان الاثار المنقولة دي ما تتنقلش المتاحف زي متحف ملاوي. متحف ملاوي احد المتاحف المشهورة اللي تعرض طبعا في الفترة السابقة سنة 2011 للسرقة، بس الحمد لله تم استعادة اكتر من 90% من الاثار وتم افتتاحه مرة اخرى. نرجو ان يتم العرض لهذه الاثار في الموقع نفسه، ويتهيئ الموقع نفسه للزيارة بحيث ان تبقى اضافة جديدة لمنطقة المنيا للزيارة. على تحلي انا بشكر شكرك الأستاذ مجدي خليفة خبير الآثار المصري. فندم العفو، ألف شكر يا فندم. شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد موجز لأهم الأنباء مع زميلة نجلاء الجعفري.